الراتب الشهير الذي سنقرأه الآن منسوب لسيدنا قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب المسمى بالحسن الحصين. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبيب عمر بن علوي الحداد وجميع ساداتنا السلسلة الحدادية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئات الله. بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئات الله. بسم الله والحمد لله، والخير والشر بمشيئات الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام، 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 يا ذا الجلال والإكرام، متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين، اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين، اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين، اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا والذنوب. لا إله إلا الله، 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 لا إله إل
إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة الحق، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى، ونحن من الآمنين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي، وإلى روح سيدنا الإمام علوي عم الفقيه وجميع سادتنا آل أبي علوي، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين، من الأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء ورجال الغيب وأهل الدرك والغوث، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وقدوتنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الراتب، وإلى روح سيد الإمام الحبيب عمر بن علوي الحداد وجميع ساداتنا السلسلة الحدادية، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم
وأموات المؤمنين والمؤمنات خاصة عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياهم شر الظالمين وشر الحاسدين وشر الباغين وشر الطاغين وشر أعداء الدين وشر مصائب الدنيا والدين، وأن الله يرخص أسعارهم ويغزر أمطارهم ويجنبنا وإياهم سوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، والحجاج والزوار والغزاة والمسافرين والمجاهدين في البر والبحر أجمعين، أن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين، وأن الله يتوب علينا وعليكم ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومعطي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.